بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهاردة هناخد الجزء الثاني من البريدونتال باثوجينيسيس. احنا خدنا في الجزء الأول من البريدونتال باثوجينيسيس حاجة اسمها البلاك فورميشن، وعرفنا ازاي بيحصل بلاك فورميشن. النهاردة هناخد الجزء الثاني، وأول بس حاجة في الجزء الثاني، العلماء خدوا عينة من البلاك وحللوها، عملوا بي سي ار وعشان يشوفوا نوع البكتيريا اللي موجوده فيها. فعملوا جدول قسموه كده وقالوا ان في حاجه اسمها بريدونتال هيلسي جينجيفايتس، كرونيك بريدونتايتس، بريجنانسي جينجيفايتس، اكيوت نيكروتايزك ارسيف جينجيفايتس، لوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس، جنرالايزد اجريسيف بريدونتايتس، البري بيبرتال بريدونتايتس. وقال لك ان كل واحده فيها بعد ما خد عينه البلاك، يعني جمع مثلا 100 حاله هيلسي و100 حاله جنجيفايتس و100 حاله كرونيك بريدونتايتس و100 حاله من كل نوع، وبدا يعمل بي سي ار لنوع البكتيريا اللي فيها. فوجد ان في البريدونتال هيلسي الجرام بوزيتيف بكتيريا بتمثل 90% من كميه البكتيريا الموجوده و10% جرام نيجاتيف. يعني الجرام بوزيتيف 90% سينجيوز وميتاس وفيسكوزس، كل دول بيمثلوا 90%، لكن الباثوجينيك بكتيريا اللي هي الجرام نيجاتيف بتمثل بس 10%، بروفيتيلا انترميديا، الاف نيوكليتم، والكابنوسيتوفاجا. في الجنجيفايتس حصل شيفت، مش 90 50، مش 90 10 بقى، 50 50 50 50، لان في 50% بوزيتيف و 50% جرام نيجاتيف. طب في الكرونيك لا، الشيفت بقى حصل خالص، 75% جرام نيجاتيف اللي هو الانيروبز، تمام 90%، والباقي يعني طبعا هو هنا بيذكر اسامي البي انترميديا والبروفيتيلا البي جنجيفالس والاف نيوكليتم والاي اي والبي فورسازيا والسبايروكيتس، بيذكر انواعهم، بيذكر انواع البكتيريا الموجوده. يبقى حصل شيفت 75%، خمسة يعني كل ما الديزيز زاد زاد الجرام نيجاتيف، زادت الجرام نيجاتيف الانيروبز، الجرام نيجاتيف الانيروبز. فالجدول ده مهم الحقيقه، بيقول لك انواع كل مرض والبكتيريا بتاعته. يعني مثلا لما نشوف الاي ان يو جي هنشوف ان السبايروكيتس والبروفيتيلا انترميديا هم الحاجتين مهمين جدا في الاي ان يو جي. في اللوكالايزد اجريسيف برونتايتس الاي اي الاجريجاتي باكتر اكتيرمسيا كومتنس بتمثل 90% من قيمه البكتيريا الموجوده. طب الموضوع ده مهم بالنسبة لي ان انا اعرف كل بكتيريا وكل بكتيريا بتسبب مرض ايه؟ طبعا عشان ادي تريتمنت، عشان ادي تريتمنت، ادي انتي بيوتيك بيأثر في السبايروكيتس، ادي انتي بيوتيك بيأثر في البيجنجفالز، ادي انتي بيوتيك بيتأثر على الاي اي، وهكذا. يعني الموضوع يعني جميل ان العلماء شافوا البلاك الموجود في كل مرض وبدأوا يعملوا له اكزامينيشن وتحليل لنوع البكتيريا اللي موجوده فيه، وادوا البكتيريا اسامي البكتيريا اللي موجوده فيه، وبعد كده ادوا استطاعوا ان هم يخلوا بعد كده الناس تدي تريتمنت اكوردنج لنوع البكتيريا في كل مرض، ودي حاجه مهمه جدا. طيب احنا هناخد الميكروبيال انتر اكشن ويز ذا هوست بريدونتال ديزيز. تمام، اعتبر نفسك داخل حرب، اعتبر نفسك داخل حرب. الحرب دي فيها اتنين بيحاربوا بعض، الهوست والبيوتيتيف بريدونتال باثوجينز، البي بي بي البي بي بي البي بي بي. طيب يبقى احنا عندنا حرب بين الهوست سسبتابيلتي والبيوتيتيف بريدونتال باثوجينز البي بي بي اس. طيب انا عايزه اعرف الحرب دي هتقوم ازاي. كل واحد من دول الهوست عنده أسلحة، والبيوتيتيف بريدونتال باثوجين عنده أسلحة، يبقى الهوست عنده أسلحة والبيوتيتيف بريدونتال باثوجين عنده أسلحة. طيب مين هم الأسلحة بتاعت الهوست؟ مين هم بقى؟ أنا عايز أعرف مين هم. درس البيزك اميونيتي، درس البيزك اميونيتي هو الهوست سسبتابيلتي، هو الجيش بتاع الهوست اللي هيدخل الحرب. طب مين هم؟
الانيت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي. الانيت اميونيتي هتاخد البيوتوتيف بريزنت الباثوجين، هتاخد الاي اي او البي جينجيفاليز او الاجريجاتي باكتر اكتيفيتس كومتانس، مش كده يا جماعه؟ هتاخدهم وتعمل لهم ايه؟ فاجوسايتوزس، وبعدين هتحط عليهم اللايسوسوم وفاجولايسوسوم، وهتعمل لهم كيلينج عن طريق اتنين ميكانيزم، وبعدين هتركب فيهم الميجر هيستوكمبتريتي كلاس 2، وبعدين بعد كده هتعمل ايه؟ هتقدمه للتي لينفوسايز. التي لينفوسايز عامل ايه؟ هتروح تقدمه للبي لينفوسايز تكون له انتي بوديز عشان يضربه ويقتله. اما للبي بي بي هتسكت؟ لا مش هتسكت، هي مش هتسكت، وده درس النهارده، هي مش هتسكت، هي مش هتسكت. طب الشروط اللي هتبقى في البي بي بي ايه؟ يعني عشان احط تحت يعني كلاسيفيكيشن او احط الباثوجين ده تحت البي بي بي هيبقى وصفاته ايه؟ مواصفاته ايه؟ يعني ليه حطيت الاي اي بي بي بي؟ ليه حطيت البي جنجيفاليس بيوتيتال بريزنتال باثوجين؟ قال لك ان لها كرايتيريا، لها كرايتيريا. يبقى في كرايتيريا للبيوتيتال بريزنتال باثوجين. مين هم الكرايتيريا؟ خمسه: اسوسيشن، اليمينيشن، هوست ريسبونس، انيمال ستادي، فيرنس فاكتور. اسوسيشن، اسوسيشن اهو مش كده يا جماعه؟ يبقى اسوسيشن اهو، اليمينيشن، هوست ريسبونس، انيمال ستادي، فيرنس فاكتور. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ اسوسيشن يعني ايه؟ يعني ايه اسوسيشن؟ تعني ان انت لو عندك 50 واحد عندهم بريدونتال ديزيز او بريدونتايتس هتقدر تعزل البكتيريا دي من الليجنز. يعني البكتيريا موجوده في الديزيز، البكتيريا موجوده في الديزيز، يعني معاه اسوشيشن معاه. طيب اليمينيشن، اليمينيشن معناها ان انا لو اديت انتي بايوتيك ضد المايكرو اورجانيزم ده هيحصل ريزوليوشن للديزيز، الديزيز هيتعالج. يعني لو انا اديت حاجه ضد الباثوجين ده هيتعالج الديزيز، الجنجيفايتس والبريدونتس هتروح. طيب وايه كمان؟ هوست ريسبونس، لازم الاقي انتي بادي اتكونت ضد الباثوجين ده، يعني الباثوجين ده حفز الهوست ريسبونس انها تكون انتي بادي ليه، ولازم الاقي الانتي بادي دي، يعني لازم اشوف هوست ريسبونس للبيوتيتف بيردنتال باثوجين ده. لو خدت البيوتيتف بيردنتال باثوجين ده زي الاي اي والبي جنجيفاليس وحقنتهم في انيمال يعملوا ديزيز، وكمان ايه؟ عندهم فيرنس فاكتور. لازم يبقى البي بي بي عنده فيرولنس فاكتورز، لازم البي بي بي يبقى عنده فيرولنس فاكتورز. يبقى في اتنين داخلين معركه، الهوست والبي بي بي داخلين معركه مع بعض. طب الهوست ايه اسلحته؟ احنا شرحنا اسلحه الهوست المره اللي فاتت في البيزك اميونيتي، اما النهارده هنشرح ايه؟ هنشرح الاسلحه بتاعه البي بي بي. طيب عشان اعمل كلاسيفيكيشن للبي بي بي امتى ادخله تصنيف تحت البي بي بي؟ يبقى عنده خمس وظائف موجود مع المرض، يعني لازم يفصل من المرض. لو انا اديت انتي بايوتيك هيروح المرض. لو لقيت هوست ريسبونس للبي بي بي، لقيته ان الجسم كون له انتي بادي، وكمان لو حقنت البي بي بي في انيمال هيبقى ايه؟ هيسبب المرض. والبي بي بي عنده فيرولنس فاكتور، عنده فيرولنس فاكتور. احنا النهارده يعني المره اللي فاتت اتكلمنا عن الهوست، المره دي هنتكلم عن البي بي بي. احنا اتكلمنا عن الهوست المره اللي فاتت والاسلحه اللي هو بيطلعها، المره دي هنتكلم عن البي بي بي والاسلحه بتاعته. طب احنا عايزين نشوف البي بي بي ده هيعمل ديستراكشن للهوست ازاي؟ هيعمل ديستراكشن للهوست ازاي؟ ايه الطريقه اللي هيعمل بيها ديستراكشن او الاسلحه بتاعته دي ازاي؟ ايه الاسلحه بتاعته اللي هيطلعها؟ بيقول لك هو ممكن يعمل ديستراكشن عن طريقين، طريق دايركت وطريق اندايركت. طريق دايركت وطريق اندايركت يعني ايه؟ هو نفسه اللي هيسبب الديستراكشن، هو نفسه هيطلع فيرولنس فاكتور هتسبب الديستراكشن. طيب واندايركت ازاي؟ هيخلي الهوست الاميون ريسبونس بتاعه هو اللي يعمل ديستراكشن. معقوله الجسم هيضرب نفسه؟ هقول لك ازاي دلوقتي حالا. الجسم مش هيضرب نفسه، هو هيجي يضرب البكتيريا، هيضرب معاها التيشو اللي جنب البكتيريا،
هيضرب معاها التشو اللي جنب البكتيريا. طيب نتكلمينا بقى عن الدايركت والاندايركت، عايزين نعرف ايه هما الاندايركت وايه هما الدايركت. احنا قلنا ان البي بي بي عندها فيرولنس فاكتور، الفيرولنس فاكتور دي دايركت ميكانيزم هتعمل ديستراكشن للهوست تيشو، هتعمل ديستراكشن للهوست تيشو. مين هما؟ مين هما الفيرولنس فاكتور اللي موجوده في البي بي بي؟ هما الاتي: البكتيريال ادهيجن، البكتيريال انفيجن، البكتيريال ايفيجن، البكتيريال توكسينز، البكتيريال انزيمز، السمول مولكيولر مولكيولر ويت كومبوننتس، والكبسول. تاني، البكتيريا هتدخل حرب مع الهوست، عشان تدخل الحرب دي لازم تبقى بي بي بي. البي بي بي دول لهم خصائص، ايه هما؟ ايه هما الخصائص؟ اسوسيشن، إليمينيشن، هوست ريسبونس، انيمال ستادي، فيرولنس فاكتور. يبقى ده دلوقتي بقى بي بي بي، ادام فصلته من المرض، ادام انتيبيوتيك خف، ادام حقنته في انيمال عمل الديزيز، لقيت انتيبوديز ليه، لقيت ليه فيرولنس فاكتور، يبقى ده بي بي بي، يبقى ده بي بي بي. تمام. طيب البكتيريا دي هتقتلني او هتدخل الحرب بطريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. طب الطريقة المباشرة ايه؟ عندها فيرولنس فاكتور، هتطلعها تأذيك بيها. طب والاندايركت؟ هتخلي الهوست هو يكون حاجات يأذيك. طب نشوف كده الفيرولنس فاكتور بتاعة البكتيريا: بكتيريال ادهيجن، بكتيريال انفيجن، بكتيريال ايفيجن، بكتيريال توكسينز، بكتيريال انزيمز، سمول مولكيولر ويت كومبوننتس، والكبسول. طب نتكلم عن كل واحدة كده شوية، نتكلم عن كل واحدة كده شوية. بيقول لك لأول واحدة من الفيرولنس فاكتور بتاعة البكتيريا، أي بكتيريا باثوجينيك بكتيريا أو بي 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 عندها صفة الأدهيجن، لازم تمسك في التشو، لازم تمسك على السطح. لازم تمسك ليه؟ عشان بعد كده تعمل انفيجن. طيب مين اللي هيديها الفرصة إنها تعمل أدهيجن؟ الأدهيسينز اللي موجود في الفيمبريا، فاكرين؟ قلنا إن في فيمبريا، مظبوط؟ والفلاجيلا دي بتاعت حركة البكتيريا، خلي بالك، والفيمبريا دي بتاعت ايه؟ فيها ادهيسين. ادهيسين، الادهيسين ده احنا قلنا اهو على جدار البكتيريا، احنا قلنا الكلام ده، الادهيسين اهو على جدار البكتيريا، وفي ريسبتورز ليه؟ على ايه؟ على الانامل بليكل، فاكرين؟ على الانامل بليكل، يجوا راكبين في بعض. الريسبتورز راكب فين؟ في الادهيسين. ادي اول طريقة للادهيجن. تاني طريقه للادهيجن، لو انتوا فاكرين في تكوين الاستراكشر اوف سوبرا جينجيفال بلاك، في تكوين انترا ميكروبيال ماتريكس، قلنا بيتكون من اورجانيك وان اورجانيك، والاورجانيك ده بولي ساكرايد جاي من البكتيريا، وكمان جلايكوبروتين جاي من السلايفا. والبولي ساكرايد اللي جاي من البكتيريا ده كان في حاجه اسمها بكتيريا بيعمل بكتيريا الادهيجن اسمها ميوتين، ميوتين فاكرين؟ فالميوتين ده واحد من البولي ساكرايد اكسترا سيلولار بولي ساكرايد اللي هو بيعمل ادهيجن. يبقى اول طريقه للادهيجن ادهيسينز اللي موجود في الفيمبريا، وثاني طريقه الميوتين اللي هو الليبوليسكرات اللي بتفرزه البكتيريا. تالت طريقه الكو اجريجيشن والكو ادهيجن، فاكرين الكو اجريجيشن والكو ادهيجن؟ احنا قلنا ان عندنا حاجه اسمها بلانكتونيك بكتيريا، فاكرين بلانكتونيك بكتيريا؟ بلانكتونيك بكتيريا اهي. البلانكتونيك بكتيريا دي يا جماعه خلي بالكم عبارة عن بكتيريا مش ماسكة في بعضها، مش ماسكة على سطح. فبيقول لك البكتيريا دي، البكتيريا دي والبكتيريا دي مثلا، البكتيريا دي عليها بروتين اللي هو الأدهيسين، والبكتيريا التانية دي عليها كربوهيدرات اللي هي ريسبتورز للأدهيسين، فيمسكوا في بعض. تاني، آدي اتنين بلانكتونيك بكتيريا أهم طايرين أهم. البكتيريا دي، البكتيريا دي عليها بروتين اللي هو الأدهيسين، والبكتيريا التانية عليها كربوهيدرات اللي هي الريسبتورز بتاع الادهيسين، يقوموا راكبين في بعض. طب امال ايه هو الكو ادهيجن؟ الكو ادهيجن ان انا عندي مثلا بكتيريا ماسكه على السطح اهي على الانامل بليكل، فاكرين؟ بكتيريا ماسكه على الانامل بليكل، البلانكتونيك بكتيريا تيجي تمسك في البكتيريا اللي موجوده على السطح اللي ماسكه في السطح، اللي ماسكه في السطح، يعني ادهيرنج الميكرو اورجانيزم والبلانكتونيك بكتيريا بايه؟ على السيرفس بتاع البكتيريا اللي ايه؟ اللي ماسكه في السطح، والكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت.
من ضمن كمان البكتيريا الادهيجن اللي احنا قلناه، فاكرين ان الرود اهو يقف عليه الكوكاي، فاكرين يعمل شكل ايه؟ كورن كابس اللي هو الذره، الكورن كابس اللي هو الذره. يبقى احنا عندنا يا جماعه اول فيرولنس فاكتور حاجه اسمها البكتيريا الادهيجن. طب هتمسك ازاي؟ بالادهيسينز اللي موجود في الفيمبريا، بالميوتان اللي هو البولي ساكرايد اللي بتفرزه البكتيريا، وحاجه اسمها الكو اجريجيشن والكو ادهيجن، وحاجه اسمها الكورن كابس. ممتاز. طيب تاني فيرولنس فاكتور للبي بي بي، انفيجن. انفيجن هدخل جوه بقى التشو، هدخل جوه التشو. قلقوا ان السبايروكيتس بتخترق التشو في حاله الاكيوت نيكروتايزنج السريتيف جينجيفايتس الانيوجي، والاجريجاتي باكتر اكتوماسيا كومتنس لقوا ان هي بتعمل انفيجن للابيثيليال سيلز، وكمان لقوا الترينيلا فورسيزيا قادره على انها تعمل انفيجن للابيثيليال سيلز. تمام. الصوره دي جميله قوي، لقيتها في كرنزا بتعمل انفيجن، البكتيريا بتعمل انفيجن للسيلز. دي صوره حبيت احطها لكم علشان تشوفوها. طيب قبل ما ننتقل للانفيجن للايفيجن، عايز اكلمكم شويه عن السيجنيفيكانت اوف انفيجن. هو لما البكتيريا تعمل انفيجن ده حلو ولا وحش لها؟ ده حلو جدا. ده هي بتحمي نفسها من الهوست. بتحمي نفسها من الهوست. طب بتحمي نفسها ازاي؟ هي دخلت جوه التشو. فطبعا هي مش بره، يعني مثلا في بره في سلايفا وجنجيفيكريفيكرال فلويد، كل ده هتبعد عنه، كل ده هتبعد عنه، فهي كده حمت نفسها من الهوست. طب وايه كمان؟ ده مش كده وبس، ده ايديال بوزيشن، ايديال بوزيشن للبكتيريا، ايديال بوزيشن للبكتيريا. ليه؟ فرصه بقى اطلع التوكسينز بتاعتي والمولكيولز والانزيم وادمر التشو بتاعه الهوست. ادمر التشو، يعني انا قاعده في بيت مستخبيه وعماله اضخ انزيم وكولاجينيز وتوكسينز، عماله بهدل الدنيا. جميله، مكان حلو قوي اخترقته وقعدت فيه وعماله اطلع التوكسينز بتاعتي، وكمان ايه؟ استخبيت من الهوست. كويس جدا. طب وايه كمان؟ ده انت كل ما تعمل سكيلينج ورود بليننج كل شويه يطلع ريزرفوار من البكتيريا، لانها في التشو، تطلع ريزرفوار من البكتيريا لبره، يطلع ريزرفوار من البكتيريا لبره ويعمل ايه؟ انفكشن مره ثانيه، انفكشن مره ثانيه. الحكايه دي اسمها بارسيتس اوف ديزيز اكتيفيتي، ان يحصل كولونايزيشن مره ثانيه من التشو، من البكتيريا الموجوده في التشو، اسمها بارسيتس اوف ديزيز اكتيفيتي. طيب طب ايه يعني الانفيجن ده بتاع البكتيريا؟ ادى العلماء فكره، ادى العلماء فكره وقال لك ادجنكتيف تريتمنت اللي هو الانتيبيوتيك. لازم ادي انتيبيوتيك بعد السكيلينج ورود بليننج عشان اقتل البكتيريا اللي داخله عامله انفيجن في التشو. ومن هنا جه درس الانتيبيوتيك في البريو، من هنا من حكايه الفيرنس فاكتور اللي هي الانفيجن اوف بكتيريا جه درس الانتيبيوتيك. ليه بدي انتيبيوتيك؟ لان البكتيريا عامله انفيجن، والسكيلينج اند رود بليننج غير كافي ان انا اعمل ايه؟ اعمل اتخلص منها. ليه؟ لانها قاعده في التشو جوه وبتعمل ريكولونايزيشن وريزرفوار ومخزن بيطلع التشو البكتيريا مره اخرى وتعمل ايه؟ انفكشن مره اخرى. فمن هنا جت القصه ان انا لازم ادي انتيبيوتيك عشان اتخلص من الانفيزيف بكتيريا. تمام. تالت فيرولنس فاكتور ايفيجن. ايفيجن يعني ايه؟ يعني اعادلك، اعمل معادله معاك. يعني انت تضربني اقوم انا ضرباك، انت تضربني قلم اقوم ضرباك قلم انت انا كمان، مش هسيبك. بيقول لك الهوست ديفنس ميكانيزم امبورتنت جدا ان اعمل ليميتيشن للبكتيريا، اعمل ليميتيشن للبكتيريا. وبيقول لك ان الهوست ميكانيزمز ده بيمنع البكتيريا الادهيجن. احنا دي بقى الايفيجن ده لعبة خطيرة جدا، هقولها لكم دلوقتي، لعبة خطيرة جدا جدا، تعالوا نعرفها. البكتيريا قاعدة بره في السوبرا جنجيفال، يعني بره، يعني مش جوه، في البق بتاعي على المارجنز كده. بس البكتيريا لو قعدت جوه الصلايفة هتوقعها. الصلايفة عندها في الأورال كافيتي صلايفة، والصلايفة كمان عندها إيه؟ عندها إيه كمان؟ أنتي بودي. بتتخانق على البايندنج سايت. فقامت البكتيريا ذكيه، فراحت عامله راحه نفسها، راحت حاطه نفسها سب جنجيفال. طيب
الساب جنجيفال ده هتسكت، الجسم هيسكت؟ لا الجسم مش هيسكت، هيقوم رايح عامل ايه؟ جنجيفال كريفيكولار فلويد، ويعمل كمان حاجه اسمها ايبيثيليال ديسكوميشن، هيوقع الايبيثيليوم. مش انت دخلت جوه التشو او قعدت جوه في الساب جنجيفال، انا هعمل ايبيثيليال ديسكوميشن. يبقى احنا هنتكلم عن ايه؟ عن البكتيريا. البكتيريا لقيت نفسها في وسط السلايفا وفي وسط ان انا عندي انتي بودي قافله المكان بتاعي، راحت مستخبيه فين؟ ساب جنجيفال. طيب الجسم عمل ايه؟ قال لك انا عندي جنجيفال كريفيكولار فلويد، وكمان عندي ايبيثيليوم ديسكوميشن اهو هوقعها، وكمان عندي انتي بودي تحت في الساب جنجيفال هتقفل الاماكن بتاع الايه؟ بتاع البوندنج سيرفيس، وكمان هديها النتروفيل. عشان ايه؟ النتروفيل هتعمل ايه؟ النتروفيل هتيجي تقتل، تعمل فاجوسيتوزز للبكتيريا وتقتلها. طب البكتيريا هتسكت؟ لا مش هتسكت، هتقوم عامله ايه؟ هتقوم مور انفيجن. حتى لو حصل ديسكوميشن مش هتقدر تروح، مور انفيجن، مور انفيجن. طب وايه كمان؟ هنشوف حالا دلوقتي. يبقى خلي بالكم البكتيريا قاعده بره في الاورال كافيتي، خافت من السلايفا وخافت من الانتي بودي بتاعه البايندنج سيرفيس، راحت مستخبيه جوه فين؟ ساب جنجيفال. راح الجسم سكت، الجسم ما سكتش، راح مطلع جنجيفال كريفيكولار فلويد وعمل ايبيثيليوم ديسكوميشن وعمل انتي بودي عشان تمسك في البايندنج سايد، وراح مطلع لها النيتروفيلز عشان تقتلها، هي ما سكتتش، راحت مور انفيجن، راحت داخله اكتر، داخله اكتر عشان تخاف من مين؟ من الايبيثيليوم ديسكوميشن. تمام، وراحت داخله اكتر، بعد ما دخلت اكتر عملت ايه؟ كمان حاولت تطلع انزيمز يقتل ايه؟ يقتل الانتي بوديز دي، مش كده؟ طيب سكتت عن كده كمان؟ لا ما سكتتش. ده هي الانتي بودي اللي طلعت دي، اللي طلعت من الجسم، اللي طلعت من الجسم غيرت الانتيجين سيرفيس بتاعها. يعني ما خلتش الانتي بودي تتعرف عليها عشان تضربها. عملت انتيجينك شيفت، انتيجينك شيفت ماشي، او طلعت بروتييسز، بروتييسز انزيمز عشان اتى تقتل مين؟ تقتل انتي بوديز دي وتحطم. ده مش كده وبس، انت عارف النيتروفيل اللي انت بعتها عشان خاطر تحارب وتدخل المعركه اللي هو الفيرست لاين اوف ديفنس ميكانيزم ده، انا هطلع لك كمان حاجات هتوقف لك النيتروفيل دي، هطلع لك ليكوتوكسينز من الاي اي والسي ريكتس، مش كده؟ مش احنا خدنا الكلام ده عشان توقف الليكوتوكسينز، مش كده؟ وكمان هعمل لك كبسول عشان يقاوم الفاجوسيتوزس، وكمان هعمل لك انهبيشن للكيموتاكسيس. قصه جميله جدا، قصه جميله جدا. الهوست والبكتيريا داخلين معركه، البكتيريا راحت جايه تقف سوبرا جنجيفال، لقت سلايفا ولقت انتي بودي بيحاربها على البايندنج سيرفيس، راحت الست راحت عملت ايه؟ راحت استخبت جوه ساب جنجيفال، راح الجسم عمل لها ميكانيزم، عمل لها ايبيثيليوم ديسكوميشن، وعمل لها جنجيفال كريفيكولار فلويد، وبرضك اداها انتي بودي تتخانق على البايندنج سيرفيس، وبعت لها النيتروفيل عشان تقتلها. راحت التانيه ما سكتتش، قالت لها طيب ماشي انا هعمل مور انفيجن عشان لو حصل ايبيثيليوم ديسكوميشن ما اقعش، يبقى مور انفيجن. طيب وايه كمان؟ ده انا كمان هغير السيرفيس انتيجين عشان الانتي بودي اللي انت مطلعه لي ده ما يضربنيش وتعرفش عليا، والبروتييزس انزايم كمان هقتل لك بيها، هطلع لك بروتييزس انزايم هقتل لك بيهم الانتي بوديز. ممتاز. طيب وكمان النيتروفيل اللي انت بعتها لي عشان تاكلني، طب انا بقى هطلع لك ليكوتوكسينز عشان يقتلها، وكمان هعمل كبسول لنفسي عشان احافظ على نفسي من فاجوسيتوزس، وكمان هعمل انهبيشن للكيموتاكسيس. ما هي النيتروفيل ما تقدرش تيجي الا بالكيموتاكسيس، ما تقدرش تيجي الا بكيموتاكسيس. يبقى انا عملت دلوقتي معادله مع الهوست، عملت معادله مع الهوست. طب البقاء لمين؟ البقاء للاقوى. لو انا قويه، لو الهوست قوي انا هتغلب عن البكتيريا، ولو البكتيريا اقوى مني انا مش هقدر وهيجيلي بيريدونتال ديزيز. يبقى اول خطوه يا جماعه لازم نعرفها الفيرولنس فاكتور حاجه اسمها ايه؟ الادهيجن. الادهيجن بيتم عن طريق ايه يا جماعه؟ الادهيسين الموجود في الفيمبريا، الميوتان اللي هو الاكستراسيلولار بوليساكارايد، الكو اجريجيشن، الجو ادهيجن، والكورن كابس. طب الانفيجن ايه حكايه الانفيجن؟ لقوا ان بعض البكتيريا بتقعد جوه. طب ده مهم؟ اه مهم،
هي عامله مخزن جوه، عماله اعمل سكيلنج، انا عماله اعمل سكيلنج وروت بريننج، والهانم عماله تطلع التوكسينز تاني وتطلع البكتيريا تاني. فمن هنا جت لهم فكره الانتي بايوتيك ادجنكتيف تريتمنت فور بيريدونتال ديزيز. وكمان هي قاعده محافظه على نفسها جوه من ايه؟ من الهوست ريسبونس. قلنا الايفيجن، الايفيجن ده عباره عن ان انا بعادل الهوست، الهوست بيطلع حاجه وانا بعديها. انا قاعده في السلايفا، جاب لي سلايفا، استخبيت جوه في الجينجيفال كرفيكا، استخبيت في السب جينجيفال، طلعت لك، رحت انا ما سكتش، طلعت جينجيفال كرفيكا فلوكت، عملت مثلا سكواميشن، وطلعت لك نيتروفيل، وطلعت لك انتي بوديز. انا كمان مش هسكت، انا كمان هدخل ديب اكتر، وهبعت لك حاجات تقتل النيتروفيل، وكمان هبعت لك حاجات تقتل تتكسر الانتي بوديز، وهغير كمان السيرفيس انتيجين بتاعي عشان انت ما تعرفنيش. تمام، اظن انتوا فاكرين الفيديو ده مش كده؟ فاكرينه لما بيحصل فاجوسايتوز اهو، وادي الفاجوسوم والفاجولايسوسوم، وبعد كده بتقدم الانتيجين للتي لينفوسايتس، كل ده احنا قلناه مش كده؟ كل الحاجات دي احنا قلناها. تمام، اهو فاجوسوم وفاجولايسوسوم، واللايسوسوم ده مشكله كبيره، اللي بينزل اثناء من النيتروفيل ده مصيبه، ده مصيبه. فاكرين الاوبزنس؟ فاكرينه اللي هو السي 3 بي والاميونوجلوبلين اي جي مش كده؟ فاكرين؟ فاكرين الكلام ده كله؟ احنا قلناه، احنا قلنا الكلام ده كله مش كده؟ اهو فاجوسوم وفاجولايسوسوم. شفتوا اللايسوسوم ده؟ اللايسوسوم ده خطير جدا، خطير. بيقول لك ان الانزيمز اللي بيطلعها الجسم اقوى 100 مره من الانزيمز اللي بتطلعها البكتيريا، وعندها قدره على الدستركشن اكتر 100 مره من قدره الانزيم بتاع البكتيريا على الدستركشن بتاع التشو. احنا حكينا الكلام ده كله. تمام، يبقى انا هوست وبكتيريا. الهوست هدي انتي بوديز، هطلع لك انا بروتييزس انزيم عشان اكسره لك، لا اما اغير الانتيجين ايه سيرفيس. فاجوسايتوزز، لا انا عندي كبسول، طب انا هديك النيتروفيل، ده انا هعمل لك ليكوتوكسينز لها، وهعمل كيموتاكسيز انهبيشن. ممتاز، كل واحده عماله تحارب في الثانيه. رابع فيرولنس فاكتور اسمها البكتيريال توكسينز. البكتيريال توكسينز، طب ايه حكايه البكتيريال توكسينز دي؟ عندنا نوعين من التوكسينز، عندنا حاجه اسمها اندو توكسينز واكسو توكسينز. الاندو توكسينز دي لها اسم تاني اسمها سيل اسوشيتد توكسينز. سيل اسوشيتد توكسينز يعني ايه؟ بيقول لك في جدار الخليه كده، في جدار الخليه من بره، في الجرام نيجاتيف بكتيريا، في الجرام نيجاتيف بكتيريا، في الاوتر بورشن اوف سيل وول، في حاجه اسمها الاندوتوكسينز، والاسم التاني لها لايبوبوليساكرايد. لايبوبوليساكرايد، طيب دي بتخرج امتى؟ بتخرج اثناء البكتيريا الداي لما تموت، او اثناء الديفيجن، او اثناء الديفيجن اثناء ما بتتكسر. يبقى الاندوتوكسينز دي لها اسم كمان اسمه اللايبوبوليساكرايد، ولها اسم كمان اسمها السيل اسوشيتد توكسينز. طيب البتاعه دي بتعمل ايه الاندوتوكسينز دي؟ الاندوتوكسينز دي بتخرج من الجرام نيجاتيف بكتيريا، من الجرام نيجاتيف بكتيريا من الاوتر وول بتاعها اثناء الديفيجن او اثناء الداي. امال ايه الاكسوتوكسينز؟ الاكسوتوكسينز دي حاجه ثانيه. الاكسوتوكسينز دي بتتفرز جوه البكتيريا، والبكتيريا بتخرجها، وبتخرج بكتيريا عايشه، مفيش مشكله خالص. ومعظم الحاجات اللي بتخرج الاكسوتوكسينز هي الجرام بوزيتيف بكتيريا، الجرام بوزيتيف بكتيريا معظمهم، لكن في جزء برضك بيخرج عن طريق الجرام نيجاتيف. طيب ليها اسم تاني؟ ليها اسم تاني اسمه الاكسترا سيلولر ديفيوزابل توكسينز، الاكسترا سيلولر ديفيوزابل توكسينز. طيب دي بتخرج عادي خالص والبكتيريا عايشه. طيب نتكلم شويه عن الاندوتوكسينز، اللايبوبوليساكرايد، السيل اسوشيتد توكسينز. اللايبوبوليساكرايدز بتكون من ثلاث اجزاء، ادي جزء اسمه بوليساكرايد، الجزء الكبير ده الطويل ده، وكور، وحاجة اسمها ليبيد ايه اللي هو المدلدل ده، ليبيد ايه، وبيخرج من الجرام نيجاتيف بكتيريا، بيخرج من الجرام نيجاتيف بكتيريا، وده اسوشيتد مع الايه؟ مع الاوتر ممبرين، موجود في الاوتر، ادي الاوتر ممبرين اهو بتاع البكتيريا، وادي اللايبوبوليساكرايد اهو الاخضر ده، اللايبوبوليساكرايد موجود في الكومبوننت بتاعت الممبرين. تمام،
فاكرين لما قلت إن الخلية بتعرف إزاي الأنتيجين؟ فاكرين؟ قلت إن على الخلية بتاعتي بتمسك فيه إزاي؟ قلت إن على الخلية بتاعتي اللي هي النتروفيل أو الماكروفاج أو أي خلية هتدخل الحرب مع البكتيريا فيها حاجة اسمها باترن ريكوجنيشن ريسبتورز، فاكرين؟ باترن ريكوجنيشن ريسبتورز، أنا قلت الكلام ده باترن ريكوجنيشن ريسبتورز. طب وفي ايه هنا؟ في حاجه اسمها هنا باثوجين اسوسييتد مولكيولار باترن، بيركبوا في بعض، بيركبوا في بعض. الكلام ده اتقال المحاضره اللي فاتت في البيزك اميونيتي. بيقول لك بقى ان البكتيريا لا مش البكتيريا، انا خليه بتاعتي، على الخليه بتاعتي اللي هي هتدخل الحرب هتدخل المعركه، في حاجه اسمها تول لايك ريسبتورز، تول لايك ريسبتورز. طب ايه هو التول لايك ريسبتورز ده؟ التول لايك ريسبتورز ده باترن ريكوجنيشن ريسبتورز، باترن ريكوجنيشن ريسبتورز. فاكرين لما قلت القصه بتاعت الباترن ريكوجنيشن ريسبتورز والباثوجين اسوسييتد ريسبتور اسوسييتد مولكيولار باترن اللي موجوده على البكتيريا؟ ده في بقى على الخليه بتاعتي حاجه اسمها تول لايك ريسبتورز. بيشتغل ايه التول لايك ريسبتورز ده؟ بيشتغل باترن ريكوجنيشن ريسبتورز. طب بيتعرف على ايه؟ بيتعرف على الميكروب اسوشيتد مولكيولار باترن اللي هو الباثوجين اسوشيتد مولكيولار باترن، فاكرينه؟ طب بيتعرفوا على بعض يعني بيمسكوا في بعض، بيتعرفوا على بعض يعني بيمسكوا في بعض. ده مش بس كده، ده كمان التول لايك ريسبتورز ده هو رقم اربعه على فكره، هو رقم اربعه، بيمسك في اللايبوبولي ساكرايد اللي هو يعني ما هو اللايبوبولي ساكرايد ده على البكتيريا وده على الخليه اللي بتاعت الهوست، فهيمسكوا في بعض، هيمسكوا في بعض. يبقى اللايبوبولي ساكرايد اللي خارج من جرام نيجاتيف هيمسك في مين؟ في التور لايك ريسبتورز، تمام، ومعاهم السي 14 سي دي 14. يبقى على جدار الخليه اهو، على الجدار هيحصل ايه؟ هيحصل الاتي، هيمسك اللايبوبولي ساكرايد مع سي دي 14 اهي مع التور لايك ريسبتور 4 اهو، ماشي يا جماعه؟ هيمسكوا في بعض. طب هما لما يمسكوا في بعض ما يمسكوا؟ لا، ده لما يمسكوا في بعض هيعملوا برودكشن للانفلاماتوري ميديتور وهيطلعوا التيومر نكروز فاكتور الفا والانترلوكين 1 بيتا والبروستاجلاندين اللي هيبهدلوا الدنيا ويعملوا بون ريزوربشن. ده دول مصايب، سواء البروستاجلاندين اي 2 ولا الانترلوكين 1 بيتا ولا التيومر نكروز فاكتور الفا، دول ثلاث مصايب. لما يحصل الانتر اكشن ده بين السي دي 14 والتول لايك ريسبتورز واللايبوليسكرايد هيعمل ستيميوليشن للسكريشن بتاع التيومر كروس فاكتور الفا والانترلوكين بيتا والبروستاجلاند. يبقى الاندوتوكسين زي يا جماعه دي حكايتها ايه؟ حكايتها كالاتي، موجوده فين؟ في الجرام نيجاتيف بكتيريا. الاسم الثاني لها ايه؟ بوليسكرايد. طب لايبوبوليسكرايد. طب الاسم الثالث لها ايه؟ سيل اسوشيتد توكسينز. يعني ايه سيل اسوشيتد؟ يعني موجوده في السيل، في السيل وول. طب بتتكون من ايه؟ بتتكون من ثلاث حاجات، بوليسكرايد وكور وليبيد ايه. طيب على السطح بتاع البكتيريا في ايه؟ في حاجه اسمها مايكروب اسوشيتد مولكيولار باترن. طب وعلى سطح الخليه بتاعتي في ايه؟ في تول لايك ريسبتور سي دي 14، هيمسكوا في بعض الاثنين، هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا استيميوليشن، المركب ده هيعمل استيميوليشن للسيتوكاينز انها تطلع التيومر نكروز فاكتور الفا الانترلوكين 1 بيتا البروستاجلاندين. طب دول لما يطلعوا هيحصل ايه؟ هيحصل بون ريزوربشن وبريدونتال ديزيز. بون ريزوربشن وبريدونتال ديزيز. تمام. طيب نيجي للجزء الثاني. بيقول لك كمان ان الاندوتوكسينز دي او اللايبوبولي ساكرايد عندها القدرة إنها تعمل استيميوليشن للالترنيتيف باس واي بتاع مين؟ بتاع الكومبلمنت. بتاع الكومبلمنت. الله، إحنا مش خدنا الالترنيتيف باس واي والكلاسيك باس واي؟ الالترنيتيف باس واي بيتم عن طريق إيه؟ مش أنتيبادي أنتيجين رياكشن، ده الأنتيبادي أنتيجين رياكشن ده بتاع الكلاسيك. طب الالترنيتيف الأنتيجين نفسه هو اللي ممكن يعمل إيه؟ أكتيفيشن للكومبلمنت، فاكرين؟ أكتيفيشن للكومبلمنت. فبيقول لك هيهيج الالترنيتيف باث واي. طب ما يهيجه يا عم. لا، ما هو الكومبلمنت لما يشتغل هيعمل كيموتاكسيس وهيعمل حاجات كتيره، هيعمل انديوز الانفلاميشن، ويعني هيعمل حاجات كتيره، هيسرع البوليمورف نيوكليكوسايز وهتيجي وهتبقى مشكله كبيره.
بيقول لك كمان هو بيعمل كيمو تاكسيز، لايب بوليسكرايد ده بيعمل كيمو تاكسيز عن طريق الكومبلمنت اكتيفيشن. احنا قايلين ان في كيمو تاكسيز بتطلع السي 5 اي مثلا، فاكرين السي 5 اي كان بيطلع يعمل كيمو تاكسيز، بيستدعي النيتروفيل تيجي مكان الحادثه، فاكرين يا جماعه؟ ولما تيجي هيطلع اللايسوزومال انزيمز، وده هيكسر فيه التشو، مشكله كبيره. ده كمان هيعمل توكسيك افكت على الاوستيوبلاست والفيبروبلاست والابسيليال سيلز، هيخلي الاوستيوبلاست ما تشتغلش، ما تكونش بون، الفيبروبلاست مش هتشتغل، الابسيليال سيلز مش هتشتغل، كل ده مش هيكون الحاجات اللي كنا بيكونوها. ده كمان اللايبوبولي سكرايد بيشتغل زي انتيجين، استيميوليت الاميون ريسبونس، وبينتج عنه كاتابوليك سيتوكاينز برضك اللي بتعمل تشو دامج. انا قلت الانتيجين مين هم لما كده اتكلم؟ الفيروس، البكتيريا، فاكرين؟ الفنجاي، وكان من ضمنها التوكسينز. افتكروا كده ان كانت خامس واحده التوكسينز، مش كده؟ التوكسينز قدامك اهي، فالتوكسينز هتعمل استيميليشن، هتشتغل زي انتيجين وتعمل استيميليشن للاميون ريسبونس، هيطلع السيتوكاينز اللي هتكسر فيه التشو. طب نتكلم شويه عن الاكسوتوكسين. الاكسوتوكسين، الاكسوتوكسينز دي بقى حكايتها ايه؟ حكايتها ان هي اسمها اكسترا سيلولار ديفيزابل توكسينز. طيب ايه حكايتها دي؟ ديت عباره عن بروتينز بيطلع او توكسينز بتطلع والبكتيريا عايشه، احنا قلنا لسه الكلام ده. ادينا مثال للاكسوتوكسينز، الليكوتوكسينز والابيسيليوتوكسينز. من اسمها الليكوتوكسينز هتعمل توكسينز لمين؟ للليكوسايتس. ومن اسم دي هتعمل توكسينز لمين؟ للابيسيليال، الابيسيليال سيل. الليكوتوكسينز بتخرج من حاجتين، حاجه اسمها الاجريجاتي باكتر اكتيرمسيو كومتنس، واحنا قلنا الكلام ده المحاضره مش عارفه قلناه ولا لا، مش يعني اكيد احنا جبنا سيرته يعني صح، وسيركتس مش كده؟ كامبايلو باكتر ريكتس. الليكوتوكسينز بتقتل مين؟ بتقتل النيتروفيل، عشان ما تجيش ايه تعمل الحرب وتدخل الحرب، لان ده الفيرست لاين اوف ديفنس ميكانيزم. طيب ماشي. طب والابسيليوتوكسينز بتخرج من البيجن جيفاليز وعندها القدره انها تكسر الابسيليال سيل وتعمل انفيجن للديب تيشو، ودي واحده بالفيرولنس فاكتور. يبقى ازاي هي بتدخل في الديب تيشو؟ بتعمل ابسيليوتوكسينز بتكسر الابسيليوم، تقدر تخترق الايه؟ الديب تيشو. طيب كمان ايه؟ كمان بتعمل استيميشن للتي سيل وبرودكشن للانترلوكين 1 والتيومر نيكروز فاكتور، شوفوا المشاكل اللي احنا فيها، وتعمل ايه؟ بريدنتال ديستركشن. ما دام الانترلوكين طلع والتيومر نيكروز فاكتور الفا طلع والبروستاجلاندين طلع والانترلوكين 1 بيتا طلع والانترلوكين 1 6 طلع، ده دي مصيبه، دي مصيبه، دي مصيبه، هيحصل تشو ديستركشن عن طريق السيتوكاينز دي. نتكلم عن خامس حاجه في الفيولنس فاكتور اوف بكتيريا، حاجه اسمها البكتيريال انزيمز. البكتيريا بتنتج انزيم، نوعين من الانزيمز، نوع اسمه بروتيوليتيك انزيمز ونوع اسمه هيدروليتيك انزيم. طب بيعملوا ايه دول؟ بيكسروا البريدونتال تشو. طيب البروتيوليتيك انزيم لو جينا اتكلمنا عنها بتكسر ايه؟ بتكسر البريدونتال كونكتيف تشو والكومبوننت بتاعت الهوست ديفنس سيستم. طب مين هم البريدونتال كونكتيف تشو والكومبوننت اللي بتكسرهم؟ الكولاجين تايب 1 و4، وانتوا خدتوا في الاناتومي اوف ذا بريدونشيوم ان 1 و4 دول اهم اتنين. بتكسر الاستين، بتكسر البيزمنت ممبرين، بتكسر البروتيوجلايكان، بتكسر الفيبرينكتين. طيب ايه الكومبوننت بتاعت الهوست اللي بتكسرهم؟ بتكسر حاجه اسمها الامينوجلوبلين، وبتكسر حاجه اسمها الكومبلمنت، وانتوا عارفين دول لما يتكسروا يبقى في حاجه يعني الاميون سيستم مش هيقدر يشتغل صح. طيب نشوف امثله بعض الامثله للبروتيوليتيك انزيم. لو جينا نشوف بعض الامثله للبروتيوليتيك انزيم، اول مثال مثلا الكولاجينيز. الكولاجينيز ده معروف جدا وبيكسر الكولاجين، وبكتيريا اللي بتنتجه او يعني بتخليها تفرزه البيجن جيفاليز والاجريجاتي باكتر اوتيمسي كومتنس والسبيروكيتس. ده مثال يعني. مثلا لو جينا نشوف مثلا الاستيز لايك انزيم، ده اللي بيفرزه السبايروكيتس والكابنوسيتوفاجا وبيكسر الاستين. مثال مشهور قوي للتريبسين لايك انزيم الجنجبان. الجنجبان ده بيخرج من البيجنجيفاليز وهو تريبسين لايك انزيم،
وعنده القدره ان هو يعمل بيشتغل زي ادهيسين، بيساعد على الادهيجن بتاع البكتيريا. دي بعض الامثله للبروتيوليتيك انزيم اللي بتخرجها البكتيريا. طيب نيجي بقى للهيدروليتيك انزيم اللي بتخرجها البكتيريا. دي بتعمل ديجريديشن ليه؟ انت قلتي الاولانيه بتعمل ديجريديشن للكونكتيف تيشو والكومبوننت بتاعت الهوست ديفنس ميكانيزم. طب وهنا بتكسر ايه؟ النون بروتينيشيس اليمنتس، بتكسر النون بروتينيشيس اليمنت. طيب دينا مثال، زي ما دينا مثال هناك ناخد مثال هنا. مثلا الهيالورونيديز مثلا، طيب ده مين بيفرزه؟ بتفرزه بكتيريا اسمها اف نيوكليتم وبي جنجيفاليز والسبيروكيتس. طب ده بيعمل ايه؟ بيعمل هيدروليسيس للجلوكوزامينوجليكان في الاكسترا سيلولار ماتريكس. طب ممتاز. طب ممكن تدينا مثال تاني؟ الساليديز، الساليديز ده بتفرز البي فورسايسز والبي جنجيفاليز وبيأتاك السالو بروتين ان ذا ابيثيليوم انكريزنج اتس برمابيلتي تو بكتيريال برودكت، بيزود البرمابيلتي بتاعت التشو للبكتيريال برودكت، يعني بيساعد هو على الانفيجن بقى والحاجات التانيه دي. طب الفوسفوليبيديز بتفرزه البي جنجيفاليز والبروفيتيلا انترميديا وبيكسر السيرفيس بتاع الابسيليوم. طب ما انت لما تكسر السيرفيس بتاع الابسيليوم هيبقى البكتيريا سهله ان هي تعمل لها انفيجن، يا تدخل في التشو جوه ديب. الفوسفاتيز بتفرزه البي جنجيفاليز والبروفيتيلا انترميديا ومسؤول عن البون ريزوربشن. سادس حاجة في الفيرولنس فاكتور، سادس حاجة في الفيرولنس فاكتور حاجة اسمها السمول مولوكيولار ويت كومبوننت، السمول مولوكيولار ويت كومبوننت. طب ايه هم السمول مولوكيولار ويت كومبوننت دول؟ دول الميتابوليك اند برودكت بتاع البكتيريا، الميتابوليك اند برودكت بتاعت البكتيريا، الانيروبيك بكتيريا. طب ادينا مثال لهم كده، مين هم الميتابوليك اند برودكت كده؟ بيتيوريك اسيد، بروبيونيك اسيد، اندول، امونيا، يوريا، and hydrogen sulfide. طيب هم عشان حجمهم صغير small molecules فيحصل لهم يعني انتشار بسرعه، اولا هم بيدوبوا في الليبيد ويحصل لهم ديفيوز بسرعه في، عشان هم small فيحصل لهم ديفيوز في التشو بسرعه، يبقى هم هيخترقوا الابيثيليوم لانهم حجمهم صغير، وهم طبعا لهم توكسيك افكت على الهوست سيل. الكبسول اخر حاجه، كل البي بي بي عندهم كبسول. طب الكبسول ده بيعمل ايه؟ بيقاوم الفاجوسيتوز. اهو ادي الكبسوله اهو، اول طبقه وبعد كده السلوله اهي بتاعه البكتيريا، ودي البلازما ميمبرين التالت ده. اول واحد ده اسمه الكبسول، وده بيقاوم الفاجوسيتوزس وبيشتغل زي انتيجين، بيعمل ستيميليشن للاميون ريسبونس. تمام يا جماعه؟ ولما يحصل استيميليشن للاميون ريسبونس هيطلع السيتوكاينز، السيتوكاينز بتعمل ايه؟ هتعمل ديستراكشن للتشو، هتعمل ديستراكشن للتشو. يبقى يا جماعه في فيرولنس فاكتور للبكتيريا، في فيرولنس فاكتور للبكتيريا، مين هم؟ الفيرولنس فاكتور من الاول كده، بكتيريا الادهيجن، بكتيريا الانفيجن، بكتيريا الايفيجن، مش كده؟ مش صح الكلام ده؟ توكسينز هتطلعها البكتيريا، انزيمز هتطلعها البكتيريا، مش احنا قلنا الكلام ده كله؟ وبعدين ايه كمان؟ سمول مولكيولار ويت كومبوننت وسبع حاجه اسمها الكبسول، يبقى في سبع حاجات فيرولنس فاكتور، يبقى في سبع خصائص للبي بي بي خلاف الخصائص الاولانيه للكرايتيريا بتاعتها اللي هم ايه؟ اسوشيشن، اليمينيشن، ها؟ انيمال استادي، عملوا انيمال لها، وايه كمان؟ ايه كمان يا جماعه مش سامعه؟ ها؟ هوست ريسبونس وفيرولنس فاكتور. طب مين هم الفيرولنس فاكتور؟ تاني مين هم؟ بكتيريال ادهيجن، بكتيريال انفيجن، بكتيريال ايفيجن، البكتيريال توكسينز، ها؟ ايه كمان؟ بكتيريال بعد البكتيريال توكسينز، بكتيريال انزيمز، سمول مولكيولار ويت كومبوننت والكبسول. طيب نبص كده احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الدايركت دامج، الدايركت دامج. طب ازاي هتعمل اندايركت دامج؟ باي ستاندرد دامج. وانا كنت جايبه الفيديو ده عشان اوريكم ان وانا the antigen is then moved to the segments by an antigen presenting cell such as a macrophage. شفت اللايسوم هو نازل؟ انا كنت بس عايزه اوريكم اللايسوزوم.
وهو نازل. بيقول لك البكتيريا بتخلي الهوست هو اللي يعمل الحاجة دي، هو اللي يأذي المكان ده. طب ازاي؟ ازاي؟ بيقول لك بتفرز ميدييتور. انا لسه قايله دلوقتي بتعمل ستيميوليشن للانترلوكين 6 والانترلوكين 1 بيتا والتيومر نيكروز فاكتور الفا والبروستاجلاند، لسه قايله حالا الكلام ده. قسموا الميدييتور دي لاربع حاجات: انترلوكين 1 فاميلي سيتوكاينز، مجموعه من الانترلوكينز بتطلع فاميلي كده عيله، وحاجه اسمها تيومر نيكروز فاكتور الفا، وانترلوكين 6 والبروستاجلاندين اي 2. هم قسموها كده وقال لك ان ابشع واحد في المجموعه الاولانيه اللي هي الانترلوكين 1 وحاجه اسمه انترلوكين 1 بيتا، ده ابشع واحد فيهم انترلوكين 1 بيتا. طب بيعمل ايه؟ بيساعد على تكوين البروستاجلاندين اي 2. ده مصيبه البروستاجلاندين اي 2 ده. وكمان بيعمل ستيميوليشن وتكوين للبليتلس اكتيفيتنج فاكتور. احنا سمعنا فين البليتلس اكتيفيتنج فاكتور ده؟ سمعناه فين حته؟ حد فاكر؟ حد فاكر البي اي اف؟ فاكرين لما النيتروفيل خدت كيموتاكسس، يعني خدت اشارات وراحت على جدار الاندوثيليال سيل عشان تخرج وتروح لمكان الحادثه تعمل ميجريشن، كان في بليتلس اكتيفيتنج فاكتور. وكمان بتعمل استيميليشن لحاجه اسمها النيتروس اوكسايد، بتكون حاجه اسمها نيتروس اوكسايد. طيب وايه كمان؟ بتجيب بتعمل زياده في البلاد فلو. طب في مكان الانفكشن ده حلو ولا وحش؟ حلو وحش. اصلها لما تجيب البلاد هتكسر الهيم، والهيم هيستخدم اكل ليل البيجنجيفالس، ده مثال مثلا، ويحصل استجنيشن البلاد فلو هنا في الحته دي، مش كده؟ تمام. ده كمان الانترلوكين 1 بيكونوا عدد كبير من الخلايا، المونوسايت والماكروفاج والنتروفيل والفايبوبلاست والابسيليال سيل والكيراتينوسايت والبي سيلز والاستوكسايت، كل دول بيكونوا الانترلوكين 1 بيتا بعد ما يحصل لهم ستيميوليشن. ده الانترلوكين 1 بيتا كمان بيعمل اكسبريشن للانتراسيلولار ادجن مولكيولز 1. مين هو الانتراسيلولار ادجن مولكيول 1 ده؟ نفس حكايه البي اي اف لما كانت بتخرج النتروفيل من الاندوثيليال سيل عشان خاطر ايه؟ تروح لمكان الحادثه. ده كمان بيعمل سكريشن للانترلوكين 8. الانترلوكين 8 ده كيموكاين، بيعمل كيموتاكسس، بيستدعي النتروفيل، ولما النتروفيل تيجي هتنزل اللايسوزوم، واللايسوزوم هيدمر الخلايا اللي جنب البكتيريا، مش كده؟ تمام. ده كمان الانترلوكين 1 بيتا بيصنع كمان السيتوكاينز، كمان بيصنع او بيشغل السيتوكاينز عشان تعمل بون ريزوربشن. ده مش كده وبس كمان، ده الانترلوكين 1 له دور في الادابتيف اميونيتي، بيعمل زي انتيجين، بيزود عمليه الديفلوبمنت الانتيجين بريزنتنج سيل واستيميليشن الانترلوكين 6. بيقول لك ان هم وجدوا ان الانترلوكين 1 بيتا عالي جدا في مجان الجنجفايتس وبريدونتايتس، وليه كورليشن علاقه بيه، كل ما زادت شده المرض كل ما وجد بكميه اكبر. تيومر نيكروز فاكتور الفا الحقيقه من الحاجات برضك المؤذيه جدا، هو والانترلوكين 1 الكي انفلاماتوري ميديتور بتاع بريدونتال ديزيز، وجودهم الاثنين وفي ابحاث كتير قوي معموله عنهم بيشوفوا تاثير العلاج على التيومر نيكروز فاكتور. يعني مثلا بياخدوا جنجفايتس كرافلوت ويقيسوا التيومر نيكروز فاكتور في البريدونتال ديزيز لقوها عاليه، يدوا تريتمنت شوفوا تاثير التريتمنت ده على التيومر نيكروز فاكتور الفا او الانترلوكين 1 بيتا مثلا. طيب كمان بيلعب دور مهم قوي في الاميون ريسبونس، بيزود النيتروفيل اكتيفيتي وبيجيبها لمكان الحادثه، وبيعمل انديوز الماتريكس ميتيروبروتين سكريشن. الماتريكس ميتيروبروتين سكريشن ده عباره عن انزيمز بيخرج يكسر الكولاجين، بيكسر الكولاجين. كمان التيومر نيكروز فاكتور الفا بيعمل ستيميوليشن للديفلوبمنت بتاع الاوستيوكلاست، الاوستيوكلاست هتكسر البون، وكمان يعمل ابوبتوز للفايبروبلاست، يعني يقتل الفايبروبلاست ويزود الاوستيوكلاست، شغل الاوستيوكلاست. الانترلوكين الفا كمان التيومر نيكروز فاكتور الفا كمان بيعمل اكتيفيشن للماكروفاج، وكمان يعني لما الماكروفاج تيجي الانفلاميشن هيبدا، الماكروفاج لما تيجي الانفلاميشن هيبدا، وكمان بيتفرز عن طريق اللايبوبوليساكرايد اللي محفزه من البكتيريا، يعني اللايبوبوليساكرايد يتفرز يخلي الخلايا تفرز التيومر نيكروز فاكتور الفا.
بتكون ماكروس فاكتور الفا هيتفرز عن طريق الماكروفاج وعن طريق الاذر سيلز عن طريق ان هو انديوز باللايبوبولي ساكرايد وبيشغل عمليه الماكروفاج وبيشغل الانفلاميشن. كمان التيومر نيكروس فاكتور الفا انديوز الاستيميليشن بتاع الاندوثيليال سيلز عن طريق افراز السيليكتين. السيليكتين ده احنا اتكلمنا عنه، فاكرين السيليكتين احنا اتكلمنا عنه. بيقول لك ان التيومر نيكروس فاكتور الفا بيزيد برضك في الانفلاميشن والجنجيفايتس والبريدونتايتس ولهم علاقه ببعض. انا عايزه بس افكركم بالفيديو ده، معلش عايزه افكركم بيه، ان كان في سيجنالز او كيموتاكسز بتروح للنيتروفيل او بتروح للوايت بلاد سيلز، فاكرين الكلام ده؟ بتروح لهم اهمت ويخرج النيتروفيل من خلال الابيثيليال سيل الاندوثيليال سيل، انا اسفه الاندوثيليال سيل، وتروح لمكان الحادثه. انا بس عايزه افكركم بالحاجات اللي احنا كنا قلناها دلوقتي، الانترا سيلر ادهيجن مولكيولز 1 والسيليكتين وحاجه البي سيليكتين اهو فشفتوه والبليتلس اكتيفيتد فاكتور اهو، فاكرينهم؟ انا بس كنت عايزه اقول لكم هم مين، البليتلس اكتيفيتد فاكتور اهمت ودول اللي هم ايه سيليكتين، السيليكتين اهو، وادي الريسبتورز اللي موجوده على النيتروفيل هتتمشى 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 هيطلع انترا سيلر ادهيجن مولكيولز حالا اهو، فاكرين القصه دي؟ دي ريسبتورز لمين؟ للبليتلس اكتيفيتد فاكتور. شفتوا الوقفه وقفها عشان تدخل وتدخل بين الخليتين هيطلع الانتروسيل ادهيجن مولكيولز. فبس انا كنت حبيت اجيب الفيديو ده تاني عشان اقول لكم ان التيومر نيكروس فاكتور الفا بيساعد على خروج السيليكتين. السيليكتين ده بيعمل ادهيجن للنيتروفيل على الاندوثيليال سيل والانتروسيل ادهيجن مولكيولز والاكتيفيتد بليتلس فاكتور يخرجوا كل دول، يخرجوا ويستدعوا النيتروفيل بره عشان تروح لمكان الحادثه. الانترلوكين 6 الحقيقه هو برضك من الحاجات المؤذيه، السيتوكينز المؤذي جدا، هو والانترلوكين 1 بيتا والتيومر نيكروس فاكتور الثلاثه دول مؤذيين جدا. الانترلوكين 6 بيحصل له ستيميليشن عن طريق الانترلوكين 1 بيتا والتيومر نيكروس فاكتور الفا، بيحصل له ستيميليشن عن طريقهم ويبدا عمليه الاميون ريسبونس تحصل. والانترلوكين 6 من الحاجات الوحشه اللي بيعمل ستيميليشن للبون ريزوربشن ويشغل الاوستيوكلاست. وبيتفرز منين؟ من الاوستيوبلاست، يعني الاوستيوبلاست تطلعه يوم هو يروح يكسر يشغل الاوستيوكلاست ويكسر البون. قال لك طبعا ان هو موجود طبعا فعزلوه من البريدونتال ديزيز سايد وفي جنجيفا كريتيكال فلود وليه علاقه بالبريدونتال ديزيز. الرسمه دي مهمه قوي، بيقول لك ان الممبرين فوسفوليبيد، يعني الفوسفو في عند على الجدار بتاع الخليه بتاعنا فوسفوليبيدز على الجدار بتاع الخليه بتاعتي. هو بيتحول لحاجه اسمها اركيدونيك اسيد، بيتحول لحاجه اسمها اركيدونيك اسيد وعن طريق حاجه اسمها كوكسي 1 وكوكسي 2. الاركيدونيك اسيد ده بيتحول لبروستاجلاندين اي 2 وبروستاسايكلين وثرومبوكسين اي 2 وعن طريق حاجه اسمها لايبو اكسجينيز بيتحول ليكوتراين ولايبوكسين. طيب ايه المشكله ما يعمله؟ لا ده خروج البروستاجلاندين ده هيقوم الدنيا وهيكسر في البون، وده البروستاجلاندين ده حاجه مؤذيه. طيب ومن هنا من الرسمه ديت جت فكره النون استرويد انتي انفلاماتوري، يعني الرسمه دي او العلم ده او الحته دي هي اللي انشات النون استرويد انتي انفلاماتوري. طب قال لك النون استرويد انتي انفلاماتوري ده هنعمل فيه ايه؟ هنعمل حاجه اسمها انتي كوكسي 1 وكوكسي 2. انتي كوكسي 1 وكوكسي 2، في كوكسي 3 على فكره، ماشي. طيب هنعمل انتي اكسي 1 واكسي 2، كوكسي 1 وكوكسي 2 اللي بيحولوا الاركيدونيك اسيد لبروستاجلاندين، هقطعه، هقطع الانزيم ده فمش هيتحول الاركيدونيك اسيد لبروستاجلاندين. حلو، طيب احنا وقفنا هو عمليه الانفلاميشن زي الفل، انا عايز اوقفها زي الفل، خلاص ممتاز. يبقى من هنا جت عمليه ايه؟ النون استرويد انتي انفلاماتوري. وفي ناس ثانيه عملت ايه؟ وقفت اللايبو اوكسجينيز. يبقى دور النون استرويد انتي انفلاماتوري اللي احنا عارفينهم دول اللي طول النهار بلبع فيهم دول، ايه دورهم؟ ان هم يعملوا انتي كوكس 1 وكوكس 2. ليه؟ عشان البروستاجلاندين ما يطلعش. او يعملوا انتي لايبو اوكسجينيز
انت كده لما تجيب البروفين والكاتافلام وتجيب الحاجات اللي انت بتجيبها من الصيدليه دي عشان النون ستيرويد انتي انفلاماتوري، اقرا كده الروشيت اللي جوه، اقرا كده اقرا كده الريسيد اللي جوه ده، اقراه اللي هي الروشيت بتاع اللي مع الدواء، هيقول لك الميكانيزم بتاع الاكشن بتاع الدواء انتي كوكسي 1 انتي كوكسي 2 انتي لايبو اوكسجينيز، هتلاقيه مكتوب كده، هتلاقيه مكتوب كده على في الروشيتة بتاعتك. طيب انت عايز توقف البروستاجلاندين ليه؟ انا عايز اوقف البروستاجلاندين لان هو اصلا مشكله، ده هيكسر لي في التشو، ده هيعمل لي الفلور بون لوس وهيزود عمليه البريدونتايتس. طيب البروستاجلاندين لقوه موجود في التشو والجينجيفيكال فلويد في المكان بتاع الاتشمنت لوس، يعني موجود مع المرض، دي حاجه وحشه ان هو موجود مع المرض عالي ده، مع ان هو له دور في البريدونتال ديزيز مش كده. وطبعا من هنا جت فكره النون ستيرويد انتي انفلاماتوري. الماتريكس الميتالوبروتينيز الحقيقه ان هو ده انزيم بروتيوليتيك انزيم بيكسر الكولاجين والجيلاتين والاستين، بيكسر الحاجات بتاعتي المهمه، بيكسر الحاجات بتاعتي المهمه. طيب يعني مين اللي بينتجه؟ مين اللي بينتج الماتريكس الميتالوبروتينيز؟ عدد كبير من الخلايا، النتروفيل والماكروفاج والفايبروبلاست والابسيريال سيل والاستوبلاست والاستوكلاست، كل الخلايا بتاعت جسمي شبه بتكون الماتريكس ميتالوبروتينيز عن طريق تحفيز عن طريق من البكتيريا. اكزامبل للماتريكس ميتالوبروتينيز مشهورين قوي عندنا 8 و1 بيأثروا على الكولاجينيز، بيأثروا على الكولاجين، بيكسروا في الكولاجين. عاوزين نتكلم بس شويه عن بعض الباثوجينيك بكتيريا اللي لها فيرولنس فاكتور او المهمين عندنا ان هم بيعملوا بريدونتال ديزيز. يعني احنا عايزين ندرس دلوقتي شويه مايكروبز او شويه بريدونتال باثوجين يعني لهم فيرولنس فاكتور. اول واحده في الحاجات اللي تهمنا في البي بي اللي بتعمل اللي عندها فيرولنس فاكتور بتسبب بريدونتال ديزيز حاجه اسمها الاجريجاتي باكتر اكتوهرماسيا كومتنس. الحقيقه ان انت لما هتقرا مقالات او ابحاث علميه عن الاي اي قبل سنه 2000 هيبقى اسمها اكتينو باسيلس اكتينو ماسيا كومتنس، وبعد سنه 2000 هتتسمى اجريجاتي باكتر اكتوهرماسيا كومتنس. يعني الاسمين هو لميكروب واحد او لبكتيريا واحده بس غيروا اسمها. طب نتكلم شويه عن الفيرولنس فاكتور بتاعه الاجريجاتي باكتر اكتوهرماسيا كومتنس او الاكتينوباسيلس اكتوهرماسيا كومتنس. بيقول لك ان هي جرام نيجاتيف فاكولتيف انيروبس، مظبوط، نون موتايل بكتيريا، تمام، لها علاقه بالاجريسيف بريدونتايتس وخصوصا اللاب اللوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس. اللوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس عندنا في البريو اسمها لاب، والجنرالايزد اجريسيف بريدونتايتس عندنا اسمها جاب. خلي بالك جاب ولاب، جاب دي جنرالايزد اجريسيف بريدونتايتس واللاب دي اللوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس. الاي اي احنا خدنا قدام في التوكسنز انها بتفرز حاجه اسمها الليكوتوكسنز اللي عندها القدره انها تقتل الكل النتروفيل والمونوسايتس اللي هي الفاجوسيتيك سيل. طيب وايه كمان عندها برضك توكسنز بتطلعها اسمها الابيسيليو توكسنز، بتاثر على الفايبروبلاست بتعمل لها توكسيستي بتبوظها. عندها كبسول بيحميها من الفاجوسيتوزس، تقدر تحلل تعمل لايسس للكومبلمنت. عندها فيمبريا فيها ادهيسين بيساعد في الادهيجن بتاع المايكرو اورجانيزم على الاورال سيرفيس، وهي بتموت او بتنقسم بتطلع الاندوتوكسنز اللي هو الليبوبولي ساكرايد اللي بيأثر في البون ريزوربشن، بيعمل بون ريزوربشن وبيتداخل مع الفانكشن بتاع النيتروفيل. طبعا عندها القدره انها تعمل انزيم، تكون انزيم هيدروليتيك انزيم وكولاجينيز. في سنه 2014 تقريبا 2014 دخلت المكتبه، كنت بعمل رساله يعني عن رسالة ماجستير عن البريو شيب، هتاخدوه قدام شوية، ده كلور هيكسين شيب كده بحطها في البوكت وبشوف البيجنجيفاليز قبل وبعد، قبل وبعد يعني هل الشيبس دي أثرت عليها أو لأ. كنت بعمل بي سي آر بشوف البيجنجيفاليز كمية البيجنجيفاليز داخل البوكت. دخلت المكتبة كده عشان كنت بدور على حاجات عشان خاطر أكتب منها ريفيو والرسالة والحاجات دي، لقيت كتيب بعنوان الفيرولنس فاكتور اوف اي اي،
لقيت كتيب، كتاب كبير وهو موجود في مكتبة اللي عايز يقراه، بريدنتولوجي 2000، اللي جورنال اسمه بريدنتولوجي 2000، الفوليوم اهو 20 سنة 1999. من يعني ارقام الصفحات دي هتلاقيها، مش هي دي ارقام الصفحات بس اللي موجودة في فيرنس فاكتور، ده هتلاقي شباتر 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 شباتر، الكتاب كله بيتكلم عن الفيرنس فاكتور بتاعت الايه ايه. طب نتكلم بقى عن بكتيريا اخطر اخطر، لها فيرنس فاكتور اخطر، اسمها البيجنجيفالس. البيجنجيفالس جرام نيجاتيف انيروب نون موتايل اساكروليتيك شورت روت، اساكروليتيك يعني عايزه بروتين، عشان كده هي بتكسر البلاد وتاخد الهيم بتاعه. لو جيت زرعتها على البلاد اجار هيبقى لونها بلاك براون زي ما انت شايف كده، بلاك براون اهي، مستعمرات من البلاك براون اهي، ماشي تمام. وطبعا عزلوها من الاماكن اللي فيها اكتيف ديزيز سايت. طيب لما نيجي نشوف هي عندها فيرونس فاكتور فظيعه، البيجنجيفالس دي عندها فيروس فاكتور فظيعه، بتطلع توكسينز وكولاجينيز وبروتييز، وعندها فيزيكال، الفيزيكالز دي بتروح تعمل شيدنج، بتقع كده وتخترق الابيثيليوم وتخترق الكونكتيف تيشو، والفيزيكالز دي بتبقى فيها انزيمز بروتييز انزيم، تدخل بعد ما تخترق الانسجه تدخل تكسرهم، تكسر الفيزيكالز دي تتكسر ويخرج منها البروتييزز وتكسر الكونكتيف تيشو. عندها الابيليتي انها تعمل اتاتشمنت للابيثيليال سيل وانفيجن للتيشو، عندها كبسول بيقاوم الاوبزونايزيشن وايه والفاجوسايتوزيس، عندها القدره على انها تعمل انهبيشن للنتروفيل. انا بقى قريت مره ان البيجنجيفالز بتعمل حاجه خطيره قوي، قريت مره في كتيب كبير، كان في كتيب برضك في المكتبه زي جنب الايه ايه، كتيب عن البيجنجيفالز، قريت حاجه خطيره قوي. البيجنجيفالس دي بتطلع كيموكاينز، كيموكاينز وتحفز الانترلوكين 8 وتعمل استيميوليشن ان النتروفيل تيجي لمكان الحادثه، تيجي لمكان الحادثه، ولما تيجي لمكان الحادثه تقتلها، تقتلها. حاجه خطيره جدا، يعني الفيرنس فاكتور خطيره جدا، بتطلع توكسين، بتطلع حاجات كيموكاينز تستدعي النتروفيل لمكان الحادثه، ولما يعني بتوقع بالعدو بتاعها، يعني هي معتبراها عدو لها، فبتسحبه لمكان الحرب وتقتله، بتستدرجه لمكان الحرب وتقتله. فهي هتلاقوه، حتى احنا ذكرنا قدام ان في بعض المايكرو اورجانيزم بتعمل كيموكاينز وبتطلع انترلوكين 8 والحاجات دي، وتستدعي حدوث النيتروفيل انها تيجي، ولما تيجي تطلع ليكو توكسينز وتقتلها، تقتلها باي طريقه، تطلع اي انزيمز ويقتلها، يعني بتستدعي العدو بتاعها لمكان المعركه وبعدين تقتله. خطيره البيجنجيفالس، خطيره تمام. كمان البيجنجيفالس عند بتطلع انزيمز اسمه جنجيبان، الجنجيبان ده انزيم خطير جدا، بيقول لك ان هو بيكسر البروتين، عنده القدره انه يكسر البروتين. على فكره اتكلمنا عن الجنجبان من شويه وقلنا ان هو بيعمل في ادهيسين، بيستخدم في البكتيريا الادهيجن بتاعت البيجنجيفالس، بنجيب شويه صغيرين. ده بقى بيكسر البروتين وعنده القدره ان هو يعمل ديستربنس للنورمال هوست سيستم، بيبوظه، بيبوظ الهوست سيستم، بيجيب النتروفيل يستدعيها وبعدين يقتلها، حاجه غريبه جدا. الجنجبان كمان استيميوليت ريليز اوف براديكاينين، البراديكاينين ده يزود الفاسكولاريتي، يزود الفاسكولار بريمابيليتي. وكمان طبعا البيجنجيفالس يعني بتنتج اللايبوبولي سكرايت، طبعا محترفه في انتاج اللايبوبولي سكرايت. في كتيب طبعا عن الفيرنس فاكتور بتاع البيجنجيفالس اللي حب يقراه، حاجه خطيره جدا، كتاب كبير بيتكلم عن الفيرنس فاكتور بتاع البيجنجيفالس. نيجي نتكلم عن الترينيلا فورسيزيا. الترينيلا فورسيزيا كان لها اسم زمان اسمه بكتيريويدز فورسايسز، يعني قبل برضك في سنه من السنين هتقرا الاسم ده وفي سنه من تانيه هتقرا الاسم ده، خلي بالك، بس هما الاثنين واحد. الترينيلا فورسيزيا هي البكتيريويدز فورسايسز. مره كنت قاعده في محاضره فالدكتوره سامية درويش دي استاذتي وعلمتني كل حاجه وصاحبه فضل عليا، وبتقول انا صاحبتي الترينيلا دي، فقلت قال لها يا الترينيلا دي صاحبة الدكتورة سامية، يعني ازاي يعني هي بكتيريا صاحبة الدكتورة سامية؟ فاكتشفت فعلا لما رحت بقى بحثت ودورت،
لقيت ان فعلا ان في واحده عالمه اسمها ان تانر، يعني لحد هنا بس لحد الار. تانر ده لقب العيله بتاعها، السير نيم اسمها ان تانر. ان تانر، ان تانر دي ست، يعني كانت بتشتغل في جامعه كامبريدج في حته اسمها، في المكان ده اسمه فورسيزيا، فورسايزز اهو اهو لحد الاي لحد الاتش بس، فور سايزز اهو لحد الاتش بس، ده المكان اللي كانت بتشتغل فيه. فده اسم الست، السير نيم بتاع الست، وده اسم المكان، وغيرت البكتيريويدز فور سايزز لترانيلا فورسيزيا. يعني فعلا دي اسم الست فعلا اللي كانت شغاله، وده اسم المكان اللي كانت بتشتغل فيه فعلا. وطبعا اتغير اسمها من بكتيريويدز فور سايزز لترانيلا فورسيزيا. دي طبعا جرام نيجاتيف انيروب، انيروب سبندل شيب، سبندل شيب بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. بوليمورفيك رود متعددة الاشكال، موجودة بعدد كبير قوي في السايتس بتاع البريدونتايتس، وما بنلاقيهاش في الجنجفايتس، العدد قليل قوي في الجنجفايتس. بتنتج بريتيوليتيك انزايم قادر على ان هو يكسر الاميونوجلوبولين والكومبلمنت كومبوننت. البروفيتيلا انترميديا، البروفيتيلا انترميديا برضك لها اسم قديم واسم جديد. الاسم الجديد اسمه بروفيتيلا انترميديا، لكن الاسم الزمان بتاع زمان بكتيريويدز انترميدياس، ده اسم قديم. كل حاجه بتتغير والتغيير سنه الحياه، والحاجه مش معقولها تفضل على حالها يعني. طب ايه حكايته ده بقى؟ حكايته ان ده جرام نيجاتيف انيروبس، جرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف. طبعا هو بلاك بيجمنتد شورت روت، ممكن ان هو ياكل الكربوهيدرات او البروتين، يعني ممكن يعني يتغذى على ده او يتغذى على ده. بيقاوم طبعا الفاجوسيتوزس لانه عنده كبسول، عنده لايبوبوليساكرايد في السيل وول بتاعه. ليه افكت كبير على الاميون سيل والبون سيل. طبعا بيفرز التوكسينز اللي بتشتغل على الابيثيليال سيل، ابيثيليال توكسينز. وطبعا ليه علاقه قويه جدا بالاكيوت نيكروتيزك ارستيف جنجيفايتس والكورونيك بريدونتايتس. السبايروكيتس، شفتوا سموها سبايروكيتس ليه؟ شفتوا شكلها؟ شفتوا الحلزونات بتاعتها؟ شفتوها سبايرال كده شايفينها؟ عشان كده هم سموها سبايروكيتس. طبعا انيروبيك برضك، موتايل مايكرو اورجانيزم بتتحرك. ان ادفانسد بريدونتال ديزيز اللي هو بتمثل 47% من قيمه البكتيريا الموجوده في الدنتال بلاك. في البريدونتال ديزيز اللي هو بتمثل 47% من قيمه البكتيريا الموجوده في الدنتال بلاك، يعني هي باثوجينيك، هي باثوجينيك. والمثال بتاعها على فكره المشهور عندنا في البريو هو التريبونيما دينتيكولا، التريبونيما دينتيكولا، اوعى تنسوا الاسم ده، هو السبايروكيس الباثوجينيك بكتيريا بتاعتنا اسمها التريبونيما دينتيكولا. طبعا في اسم تاني، في نوع تاني من السبايروكيس معاها اسمه تريبونيبا فينسنتي، فينسنتي. تمام؟ طيب بيقول لك لها علاقه بالانيو جي، طبعا المتورط في حدوث الانيو جي هي السبايروكيتس، ولما يجي الانيو جي هنشرحها بالتفصيل. طبعا متورطه برضك في حدوث الكرونيك بريدونتايتس واللوكالايزد اجريسيف بريدونتايتس اللي هو اللاب، احنا قلنا اللاب يعني لوكالايزد، والجاب اسمه جنرالايزد اجريسيف بريدونتايتس. بتفرز هيدرولوتيك انزيم وبتطلع الكولاجينيز والبروتييزس والبيبتايديزس، وكمان بتنتج فيزيكلز. الفيزيكال دي زي ما احنا قلنا بتحتوي على انزايمز جواها، بتروح تخترق التشو وتنفجر الفيزيكلز وتطلع الانزايمز، خلي بالكم من الحته دي. كمان السبايروكيتس مش كده وبس، كمان بتطلع ميتابوليك اند برودكت. فاكرين ميتابوليك اند برودكت احنا قلنا عليها فيروس فاكتور زي الامونيا والاتش 2 اس، فاكرين؟ وبتزود طبعا التشو ديستركشن والبرميبيليتي لانها سمول مولكيولز زي ما احنا اتكلمنا، فبالتالي انها بتزود البرميبيليتي للتشو للتوكسينز دي. في كتاب عن الفيرولنس فاكتور بتاع التربيونات انتيكولا، على فكره الكتب دي موجوده فعلا، احنا مش بنقول كده يعني، لا هي موجوده فعلا. كامبايلو باكتر ريكتس احنا سمعناها قبل كده انها بتطلع ليكوتوكسينز مع الاي اي، فاكرين؟ وهي جرام نيجاتيف فاكولتيف انيروب شورت مودايد بكتيريا بريزنت ان هاي نمبر ان ديزيز سايت زان هيلثي سايت. فعزلوها، فاكرين الجدول الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه، عزلوها من الديزيز سايت مش من الهيلثي سايتس. فيوزو بكتيريا نيوكليتم جرام نيجاتيف انيروب
regards as an important periodontal pathogen, it correlated with ANUG and chronic periodontitis. لها علاقه بالANUG يعني موجوده فيوز بكتيريا نوكليتم. لما نيجي نشوف درس الANUG هتلاقيها مكتوبه. لو جينا لدرس الكرونيك بريدونتس هتلاقيها موجوده متورطه في حدوث الكرونيك بريدونتايتس والANUG. وطبعا حاجه مهمه جدا عندنا الفيوز بكتيريا نوكليتم واحده من البريدونتال باثوجين مهمه عندنا في البريو. طبعا بتخرج ليبوبولي ساكرايت كاندوتوكسنز عندها اندو برودكت طبعا معروفه بيتيوريك اسيد وطبعا بتعمل انفيجن للتشو. طبعا بتشتغل مع البيجنجيفاليس وبتطلع البروتييز سكريشن انزيمز ده عشان يكسر التشو. كمان عندها القدره انها تعمل ادهيجن ادهير للابسيليال سيل والليكوسايتس والفايبروبلاست ادهير لاي حاجه اي حاجه تعمل لها ادهير. كمان عندها بالرغم ان هي ممكن تكون لو فيرولنس فاكتور بس هاي انتيجينيك بتعمل بروديوس الاميون ريسبونس بطريقه كبيره جدا جابنوسايتوفاجا سبيشيز جرام نيجاتيف فاكولتيف انيروب روت بتتزحلق كده وبتتحرك عارفين يعني ايه تتزحلق؟ بتتزحلق ستوري موتايل يعني حركتها بسيطه جلايندنج اكشن طيب بيقول لك هي موجوده في الاجريسيف والكرونيك بريدونتايتس وعندها هاي فيرولنس فاكتور وبتفرز اللايبوبولي ساكرايد وبتعمل بون ريزوربشن وكمان عندها بروتييزس بتطلع البروتييز الانزيم بروتييز وعندها كبسول وبتعمل انهبيشن للفاجوسايتوزس والكيموتاكسس كل ده بتعمله للبوليمورفينيكروليكوسايتس. حديثا قال لك انها اصلا موجوده 80% موجوده في الهيلثي سايت فما اعتبروهاش قوي حديثا. ما انا قلت لك ان كل حاجه بتتغير كانوا زمان بيقول لك انها باثوجينيك بكتيريا وي 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 كاموسايتوفاجا النهارده عزلت من 80% من الهيلثي سايت. فالعلم اتغير شويه واحنا بنواكب العلم بنواكب الابحاث الجديده اللي بتطلع ودايما نذكرها لازم نحب نذكرها. طيب نتكلم كمان عن حاجه اسمها البيبتو ستريبتوكوكس مايكرونز البيبتو ستريبتوكوكس مايكروز. طب ده عباره عن ايه؟ ده بقى جرام بوزيتيف انيروبيك يعني الحمد لله واحد جرام بوزيتيف اهو سمول اساكروليتيك كوكاي تمام موجود يعني ب 55% هاي فيرولنس فاكتور يعني بنسبه كبيره جدا ويطلع فيرولنس فاكتور كتيره جدا في حاله البريدونتايتس نختم بقى بحاجه كويسه اكتينومايسيس سبيشيز يعني ختامها مسك بقى يعني حاجه احسن شويه الطف شويه جرام بوزيتيف فاكولتيف سبيشيز اكتينومايسيس اللي هي فيسكاس ونيوزلندي فاكرينهم الفيرست كولونيزيشن is playing an important role in calculus formation and bacterial adhesion. طبعا معروفه لان هي كانت الفيرست كولونيزيشن بتاعي اللي كان بيمسك فيه البليكل وطبعا لها القدره او الامبورتنت رول في تكوين الكالكولس. شكرا لحضراتكم اتمنى تكونوا استفدتم والى لقاء قريب ان شاء الله في systemic disease and condition affecting على البريدونشام. السلام عليكم.